قل بسم الله، تبسمل الآن. بسم الله هنا جار ومجرور. الجار والمجرور يقول العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة العربية أن الإنسان لا يستطيع أن يقول بالقلم ويسكت، في المسجد ويسكت، صحيح؟ نعم، على الكرسي ويسكت. لابد هناك متعلق، يقول كتبت بالقلم، جلست في المجلس، في المسجد أو على الكرسي، صحيح؟ هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب، متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. متعلق بفعل يعني هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم جملة فعلية لا اسمية. لماذا جعلناها جملة فعلية ولم نجعلها جملة اسمية؟ لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. يقول هذا: بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل إلى المسجد، بسم الله آكل. نعم، تدل على التجدد والحدوث، بخلاف الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار. الرحمن على عرش استوى، إثبات لله سبحانه وتعالى، استواء حقيقي لجلاله وعظمته. نعم، إذن قلنا الجار المجرور متعلق بفعل محذوف حذفناه وجعلناه مناسبا، لم نجعل هذا الفعل المحذوف فعل واحد، لا، مناسب حتى تستشعر. يعني لا يمكن أن تكون الجملة بسم الله أبدأ، هو ما يستشعر لا، لكن هنا أقول بسم الله أتوضأ، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أدخل إلى دورة المياه مثلا، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، يستشعر، جعلناه مناسب حتى يستشعر. جار مجرور متعلق بفعل محذوف متأخر. لماذا متأخر؟ لماذا لا نقدم الفعل؟ قلنا جلست في المسجد. لماذا ما نقدم الفعل؟ أخرنا الفعل وقدمنا بسم الله، بسم الله أتوضأ، حتى لا يتقدم على اسم الله شيء، تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله. نعم. الثاني، إذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. أتينا الآن في الفاتحة تقول إياك نعبد، قدمت المعمول على العامل، تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، لكن عندما قدمنا لله لا لغيره، حصر.